كييف. لكن أيضا هناك شهدنا تصريحات قبل قليل للجانب الأوكراني واتهامات لروسيا بسرقة مواد مشعة قاتلة من محطة تشيرنوبل. إن كان هذا صحيحا إلى ماذا تسعى روسيا؟ يعني هناك عدة أسباب. أولا روسيا دولة نووية وتحتاج أيضا إلى المواد المشعة. المواد المشعة ليست كلفة بسيطة بالنسبة للدولة النووية. نعلم أيضا أن المواد المشعة يعني بعد العقوبات التي تفرض الآن على روسيا يمكن أن يكون جزء كبير منها غير متوفر أو يكون لديها مشكلة في تأمينها. الأمر الثالث قد يكون هناك مخطط شيطاني لدى روسيا باستخدام هذه المواد المشعة في المدن المحاصرة ضد المدنيين من أجل إرهابهم وإخافتهم، وبالتالي تكون هذه المواد أوكرانية. يعني عندما يكون هناك تحقيقات دولية سيقال أن هذه المواد تم تخصيبها في مخابر أوكرانية، ولكن نعلم جميعا الآن أن هذه المخابر سلبت ونهبت من الجيش الروسي، وبالتالي استخدامها سيكون عبئا على روسيا ومكشوفا أن روسيا هي التي تتسبب في قتل الشعب الأوكراني في هذا السلاح المحرم دوليا. طيب